السلام عليكم، هشام معكم من طبخ ميلا. أبديت جديد من نيويورك تاون. فريق التطوير فاجأ توقعاتي بالكومباوند. فريق التطوير كان يشتغل على المشروع في هذا الصيف بشكل كتير كتير قوي، وكل التغييرات حتشوفوها على أرض الواقع. أنا بصراحة متفاجئ كتير من آخر أبديت لليوم، في تغييرات كتير 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 كبيرة. خلينا نشوف عن كورب توين فيلا. أكثر شيء بيعجبني بهيدي الفيلا إنه هو المشروع قادر يدمج الحياة الرفاهية اللي أنت بحاجتها والتفاصيل اليومية اللي بداخل فيلتك اللي أنت عم تدور عليها. هيدي الفيلا قربت إنه نخلص الجدران، ويعني المشروع والفيلا هي بآخر مراحل التطوير. أنا بصراحة كتير 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 متفاجئ من المرحلة اللي قدرنا نوصلها بهيدي الفيلا بهيدي الفترة من آخر أبديت لليوم. خلصنا كل الجدران، والأسقف اوريدي منتهيه، عم يصير عمليه الطلاء على الجدران، يعني الفيلا كتير 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 قريبه للتسليم. اكثر شيء بيعجبني بهيدي الفيلا انك لما تدخل على الفيلا حتشوف الاندماج بين الضوء اللي بيدخل على الفيلا وكل التفاصيل اللي بقلب الفيلا. كل مره حتفوت على الفيلا حتشوف نفس هيدي التفاصيل، وحتكون معجب اكثر ببيتك وبالفيلا تبعك. بانوراميك فيلا، هيدي الفيلا اسمها بيحكي عنها. لما تدخل على الفيلا حتشوف البانوراميك فيو بجبال طبخ ميلا والطبيعه اللي هي اكثر من رائعه. أشرفنا على انتهاء الأعمال الداخلية، وقريبا جدا حنبدأ بالأسقف وتكون كلها منتهية، يعني المشروع مسابق الزمن. كل عمليات البناء اللي نحن بنشتغل فيها كانت بإشراف مختصين لضمان معايير الجودة العالمية. مفاجأة كانت إنه فريق التطوير كان مش بس عم يشتغل على الفيلل اللي هن اللي حتخلصهم بشكل دائم والتسليم للكوستومرز تبعنا، بل بدأ عمل 8 فيلل جديد. بلش الارتفاع عن سطح الأرض بشكل كتير كتير سريع. البنية التحتية وشيء كتير رئيسي بأي مشروع سكني، ونحن عم ناخد هيدي النقطة بعين الاعتبار بشكل كتير 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 أساسي. بدأنا مؤخرا العمل على شبكة المي الصحي بمعايير الجودة العالمية اللي بتناسب هدفنا الرئيسي بالمشروع اللي هي الحياة الصحية. كمان حنبلش بشكل طرقات لتسهيل دخولك وخروجك من المشروع حين زيارتنا أو لما نبلش المشروع. نحن هلأ أشرفنا على اقتراب فصل الخريف، وأنا هون بدعيك لتزورنا لأنه هون الطبيعة أكثر من رائعة. وأنا بالنسبة لي طبخ ميلا من أجمل الفصول فيها هو فصل الخريف. الألوان بلشت تتغير داخل الطبيعة وداخل الغابات اللي حوالينا، وبنفس الوقت نحن هون عم نشوف الطبيعة عم بتفوت على حرارة معتدلة كتير حلوة. أنا بشجعك لتزورنا هون لتشوف المشروع عن قرب، وتشوف تستمتع بالمناظر اللي حوالينا اللي أكثر 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 من حلوة. هذا كان الأبديت الأخير. بصراحة فريق العمل على الأرض عم بينافس توقعاتي بالمراحل اللي نحن فيها. مثل ما شايفين التسليم أكثر من قريب، وأنا كتير 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 متشوق تشوف التطورات اللي ممكن تحصل بين اليوم والأبديت المقبل. بشوفكم بأبديت جديد. يوركتاون كومباوند أكثر من رائع.